دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. رشوان توفيق يرثي زوجته: تزوجتني لأني فقير. ودع الفنان رشوان توفيق زوجته أميمة حسن عبد الرحمن إلى مثواها الأخير أمس الثلاثاء، وذلك بعد مشوار طويل رافقته فيه منذ عام 1957. وفي اتصال هاتفي تحدث رشوان عن بداية تعرفه على زوجته، موضحا أن شقيقتها كانت جارته في المنزل وتعرف عليها، أي زوجته، من خلالها، لافتا إلى أنها كانت مختلفة في تفكيرها وفي كل شيء، فعندما كانوا يخبرونها بأمنياتهم لها بأن تتزوج رجل غني كانت ترفض حديثهم، مشيرة إلى أنها تريد رجل فقير تكافح معه. أضاف أن رأيها هذا كان بمثابة الشرارة التي جعلته يطلبها للزواج، رغم أنه وقتها لم يكن ينوي اتخاذ مثل هذه الخطوة، مؤكدا أنها كانت نعمة الزوجة له، قائلا: شالتني 60 سنة. كانت الإعلامية هبة توفيق أعلنت عن وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: البقاء لله، رحلت والدتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. يذكر أن آخر أعمال رشوان توفيق كان مسلسل عفاريت عدلي علام الذي عرض في رمضان 2017 بجانب عادل إمام وغادة عادل وهالة صدقي وأحمد صلاح، وإخراج رامي إمام، ومن تأليف يوسف معاطي.